مع كل موسم اصطياف تترسخ في أذهان محبي السياحة الاستجمامية بوهران أن شاطئ مداغ الواقع ببلدية عين الكرمة غرب وهران من أجمل وأنظف الشواطئ الوهرانية على الإطلاق، كما يقع هذا الشاطئ أسفل سفح جبل مخضر ليعطيه حلة جميلة تمتد بين جانبه غابة تعد أحد مفاتن منطقة مداغ. شهد شاطئ مذاغ توافدا كبيرا للسياح بغية الترفيه عن النفس كونه مقصدا للعديد من الزوار والعائلات التي تتوافد عليه للاستجمام والاستمتاع بجماله الأخاد، حيث الطبيعة الرائعة والهواء النقي والمياه الكريستالية. هنا عندنا احنا في الجزائر سياحات ياسر خرجوا كثير من البلدان مثل تونس واسبانيا وايطاليا والبلدان كل، احنا عندنا سياحه لهنا في الجزائر واحد يزور بلاده. احنا جينا هنا لولايه عين تيموجنت باش نجيو البحر هذا مداغ على خاطر راكم تشوفوا في المناظر الخلابه والرائعه والجميله ونزوروها من كل مكان. احنا ليبقى شاطئ المذاغ مكانا مثاليا للراحه بالرغم من النقائص التي تعاني منها المنطقه،